نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله النهاردة وحلقة جديدة من برنامجنا. هنتكلم النهاردة على إزاي نتعامل مع سلوك ونوبات الغضب والصراخ لدى أطفال التوحد. يمكن الموضوع ده مهم جدا، ويمكن كتير قوي من المدرسين او الناس اللي بتشتغل في مجال التوحد او اولياء الامور يمكن بيكون سؤالهم الاساسي والرئيسي ازاي وقت نوبات الغضب والصراخ ان احنا نبدا نساعد الطفل انه يتخلص من النوبه دي، وازاي نتفاداها اصلا، لان هي بتطول كتير مع اطفال ان هو بياخدها وقت زمني طويل، ان هو بيبدا احنا مش فاهمين هو ليه بيبكي او ليه بيصرخ. في البدايه خالص لازم نعرف هو ده بيحصل في اي مرحله عمريه، وقد تكون بدون أسباب أو مقدمات واضحة، لكن في الغالب هي طريقة للتعبير عن النفس والاحتياج لدى طفل التوحد، بيعبر بيها عن الأدوات اللي بتنقصه زي أدوات اللغة والتعبير أو كرد فعل للتعبير عن غضبه أو لتغيير عاداته قد يستخدمها الطفل لتلبية طلباته. فالطفل هنا من الواضح أنه بيستخدم الصراخ كوسيلة للتعبير، يعتمد على النمطية التكرارية في اللعب مثلا، وقد تمتد النوبة الواحدة لعدة ساعات، أحيانا بيقعد عدة ساعات، مما يضطر الأسرة أن هي تبدأ تلبي رغباته وأن هي تبدأ تنفذ الحاجة اللي هو عايزها. فيستخدم الأسلوب ده كنوع من الحيل الدفاعية عند كل احتياج له أو كل مطلب له أنه يبدأ يستخدم نوبة الصراخ أو الغضب، وغالبا بيستخدمها على الأكثر كمان في الأماكن العامة وفي وجود الغرباء كوسيلة ضغط على ولي الأمر أو على المعلم. يعني ممكن تلاقي الولد مثلا مثلا المدرسة في رحلة وخرجت لمكان جديد بتنفذ نشاط أو مهارة، المكان غريب على الطفل وجديد وفيه تجمعات من الناس، ممكن الطفل يكون كويس جدا وسلوكه رائع جدا في قلب الصف الدراسي، وأول ما يخرج للتجمعات وللناس دي يدخل في نوبة من الصراخ والبكاء والعياط وخط الراس على الأرض والتعبير بشكل سلبي جدا قدام كل الناس، لمجرد أنه له رغبة معينة أنه هو رافض التجمع، أو أن الطفل بيخاف من الأماكن الجديدة، او ان الطفل ده مش حابب الجو اللي هو فيه ده، او الطفل ده اتكسر له روتين معين وان هو متعود في الوقت ده بالتحديد ياكل او يشرب، او متعود في الوقت ده بالتحديد انه بيشاهد لعبة معينة او بيروح الالعاب، فبالتالي هو لما راح المكان الجديد ده هو مش عارف ايه اللي ممكن يحصل له هنا في المكان ده، فبالتالي هو بدأ يدخل في نوبات الصراخ والغضب. علشان كده لما يجي الطفل يدخل في نوبة الصراخ والغضب لازم على طول انت كمدرب او معلمة او اي حد بيشتغل مع الطفل او ولي امر لازم تبدأ تعرف هو دخل في النوبة دي ليه، هو الوقت ده امبارح كان بيعمل ايه، هو الوقت ده اصلا كل يوم بيعمل ايه، هو النهار الوقت ده وقت اكل، الوقت ده وقت شرب، مثلا هو عايز لعبة معينة، او انت مثلا في مكان معين ومش عايز تديله ايباد او تديله الموبايل او تديله حاجة، يبقى هو بيصرخ النهاردة عشان عايز ياخد حاجة معينة. اذا لازم تعرف ان الصراخ هو وسيلة بيستخدمها الطفل للضغط عليك عشان يحصل على اي حاجة هو عايزها. طب ازاي نمنع نوبة الغضب او الصراخ؟ يجب عدم الاستجابة. طيب انا النهاردة بشوف ولاد عندهم 7 و8 سنين بيقعد بالخمس ساعات او بالاربع ساعات سواء كانوا متقطعين او متصلين يصرخ ويخبط راسه في الحيطة ويخبط راسه في الارض ويبدأ يتنطط ويتحرك ويعيط، تمام، وفي النهاية خالص بنوصل ان احنا بنعاقبه او بنوصل ان احنا ما بنهتمش بيه. انا رايي ما تهتمش بيه، ورايي ان كل ما اتدخلنا مبكرا في القصه دي وبدانا مع الطفل، يعني الطفل بيبدا من سن 3 او 4 سنين يزن ويعيط، يعني كتير قوي من الولاد اثناء فتره تدريبهم الاولى وبعد تقييمهم وتشخيصهم ان هم توحد وبدايه ان احنا بنبدا نقعده على الكرسي وعايزين نبدا نشتغل معاه، ممكن في البدايه الاولى الاول 4 5 جلسات كل ما يجي يشوف الكرسي ينزل عياط وسويت من اول دقيقه يقعد فيها لحد ما ال 15 دقيقه الاولانيين يخلصوا او ال 10 دقائق الاولانيين يخلصوا كده بالتدريج لحد ما نبدا نعلمه ازاي يبدا يقعد على الكرسي، ها، وبعد كده بتخلص نوبه الصراخ. المهم ان كل هدف من الاهداف دي تمشي عليها صح. بمعنى ايه؟ النهارده ما تسيبش نوبه الغضب والصراخ تنتصر عليك لدرجه ان انت تتحول لاداه بتترجم له وتلبي له كل اللي هو عايزه وان هو يبدا يستخدم معاك الصراخ كلهجه. يعني تخيلوا كده ان طفل التوحد بدا يستخدم معاكوا الصريخ كلغه، يدخل جلسات التخاطب يصرخ يدوله كروت، تمام، يسكت، يدخل الصف يعيط تديله الاكل، يبقى انت كده بدات تعبري له عن الاجابه السلوكيه العامه بتاعته بافعال صحيحه وبتعززي تصرف غلط منه، ده غلط جدا. فاحنا لسه بفرض ان انا عندي طفل مثلا كبير في السن عنده 7 8 9 سنين وبيستخدم النوبه دي، طبعا ده اكيد طبعا ده بيعيط ممكن يقعد 24 ساعه، انا معاكي كويس قوي ان هو اكيد هيكون مرهق في عمليه التدريب لكن هيجيب نتيجه.
في مرة عدد المرات عندك بقى 20 30 مرة من الرفض، تمام، هيبدأ هو يعدل سلوكه منه لنفسه، وهتبدأي تحصري سلوكياته السلبية في جنب، وهيبدأ يديكي إيجابيات. يبقى احنا في الأول خالص هنتفق إن احنا مش هنستجيب للنوبات دي، حتى لو في أماكن عامة، حتى لو في أماكن عامة، ولو في أماكن عامة ابدأي خديه على جنب في أي مكان وقعديه وهديه شوية، لكن ما تنسحبيش من المكان. وده غلط كبير جدا، لان يمكن كلنا بنعمل كده لما نكون في مكان عام او في مكان فيه تدريب او مكان فيه جلسات او مكان فيه نشاط جديد احنا بنعمله. الطفل بيبدا يعمل اي تصرف او سلوك سلبي، بنبدا احنا تدريجيا، بنبدا احنا بالتدريج نبقى مش متقبلين فكره العمل او فكره ان هو يبدا يصرخ ويصرخ. يبقى الحل الوحيد ان احنا نسحبه ونمشي. علشان كده استمرار او انتقال اثر التدريب للطفل او استجاباته على المدى الطويل او تعميم الاستجابه على المدى الطويل ما بتحصلش، ويمكن كتير بيحصل قطع فيه ان السلوكيات يبقى فيها ايجابيه عند الطفل، من طفل الطفل يبدا يتغير، لان كتير قوي من السلوكيات احنا بنيجي في نصها وما نكملش، لان الطفل ممكن ما بيساعدناش، او بتكون الظروف المكانيه او البيئيه او الاماكن عندنا ما بتساعدناش ان احنا ننفذ الشغل ده. عدم تنفيذ احتياجاته وتلبيتها، طبعا بعد انتهاء نوبه الصراخ لازم تبداي تفهميه باللعب مع الابتسامة ان ده غلط. ويستحسن كمان اذا انا عارفة مفتاح الطفل اللي قدامي وعارفة انه بيبدأ يصرخ في اماكن عامة او كده، لازم قبل ما نروح المكان ده ابدأ اديله قصة بسيطة عن الموضوع وافرجه صور المكان، وابدأ اديله صور مبهجة من المكان، واديله مكان ممكن يكون فيه حاجات الطفل بيحبها، ابدأ ابرز الحاجات اللي بيحبها الطفل في المكان، علشان الطفل نفسه بعد كده لما يبدأ يروح المكان ده ميبقاش مستغربه وميبقاش جديد عليه، تمام، ويبقى الطفل اكتشفه بالصور قبل ما يروح يكتشفه بنفسه. قد لا يكون لذلك بالشيء اليسير، قد تحدث في الاماكن العامه فقد تكون مؤلمه للوالدين، فبالتالي بيبداوا ان هم يسحبوا طفلهم، بيبداوا ان هم يمشوا من المكان، لان هم ما عندهمش الرغبه ان هم يكملوا في المكان ده، لان الطفل بدا يحرجهم. وبعد الكثير من الاطفال، يعني احنا برضو عايزين نقول لولي الامر حاجه، ولي الامر انت النهارده محرج ان عندك طفل توحدي في مكان عام احرجك، انا عايز اقول لك ان الطفل العادي في مكان عام ممكن يحرج والديه، تمام، وممكن يفعل نفس الكلام اللي بيعمله طفلك التوحدي او الذاتوي، فما فيش مشكله، ممكن يكون ده بصفه متكرره وبصوره متكرره، وانت ما تقدرش تسيطر على الموضوع برضو لو طفلك عادي. فعشان كده تعامل مع طفلك التوحدي كمعلم او كولي امر على ان هو طفل عادي، تمام، والطفل ده عايز حاجه معينه وانت مش عايز تديها له. المشكله اللي بتؤرقنا دايما ايه في موبات الصراخ والغضب، ما خلناش نكمل ايه، وخصوصا في الاماكن العامه لو طفل بيتصدر منه موبات الصراخ والغضب في الاماكن العامه، ايه اللي ما بيخلينيش اكمل معاه؟ اللي ما بيخلينيش اكمل معاه حاجه واحده بس، اللي هي رد فعل الاخرين عليا. انا ماليش دعوه برد فعل الناس اللي موجوده معايا في اي مكان عام، ومش مطلوب مني ان انا ابرر له، تمام، ولا مطلوب مني ان انا انسحب في المكان من المكان، لان من حق الطفل ده ان هو يتواجد في المكان زيه زي اي حد، ومن حق ثقافه الناس ان هي تبدا تتغير، ان هي تفهم الاطفال دول احتياجاتهم ايه، وتفهم ان احنا النهارده ما بنعاقبوش ولا مش بنعذبه لما بنجيبه المكان ده ان احنا نبدا نقعده فيه، او بنبدا ان احنا نسيبه يصوت ويعايز، احنا راغبين في كده؟ لا، مش راغبين في كده، بس احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نساعد الطفل على ان يتخلص من سلوك سلبي، وان احنا نحاول ان هو يبقى مستقل. كتير قوي من الاولاد تم تدريبهم بشكل صحيح على المجمعات وعلى الاماكن، ويمكن في جلسات تعديل سلوك لاطفال التوحد بتتم في الاماكن دي، ودي جلسات رائعه. يعني انا بحيي اي اخصائي او اي مدرب بيقدر يعمل الجلسات بتاعته، وبيقدر ان هو بياخد الطفل للاماكن العامه، وبيقدر ان هو يعدل سلوكه في اماكن عامه، لان انا شايفه ان تعديل السلوك عمره ما بيتم من خلال الترابيزه والكرسي ومن خلال الادوات والوسائل اللي انا بعرضها على الطفل، عمر تعديل السلوك هنا ما هيتم او هيكتمل بشكل صحيح. لكن انا شايفه ان عمليه تعديل السلوك ممكن تتم بشكل صحيح وجيد اذا احنا قدرنا نساعد الطفل على ان هو يتدرب، او ان احنا نخلصه من بعض السلوكيات السلبيه في الاماكن العامه، عشان يبدا يتاقلم مع تلك الاماكن، ويبدا ان هو يديني استجابات جيده، ويبدا ان انا اشتغل معاه بشكل جيد. الحاجه المهمه برضو في الموضوع، اذا انا عارفه الطفل اللي عندي ليه بتجيله نوبات الصراخ والغضب، يعني لو انا عندي اجابات، يعني احيانا في مواضيع احنا ما بيكونش عندنا اجابات ليها. ليه الطفل بيصرخ دلوقتي؟ ما عنديش اجابه. تمام؟ بس ممكن لو انا فكرت شويه امبارح واول امبارح في نفس الوقت، هلاقي مثلا انه امبارح كان بياكل مثلا كورن فليكس، والنهارده الوجبه بتاعته خاليه من الكورن فليكس، فهو بيعيط النهارده عشان الكورن فليكس مش موجود مثلا، تمام؟ فلازم اللي بيشتغل مع الطفل يكون عنده ملحوظه دقيقه، ليه النهارده هو بيعيط؟
وليه امبارح ما كانش بيعيط وليه اول امبارح ما كانش بيعيط. تمام. طيب ليه هو لما بيكون رايح الحمام بدأ يعيط فجأة وقبل كده ما كانش بيعيط فجأة؟ يعني اثناء تدريبه على الحمام في الاول استجاب واتدرب وبقى كويس وبدا يروح لوحده، لكن من فتره قليله بدا يعيط. يبقى انا لازم اتابع يا ترى هو بيتعرض للايذاء البدني، يا ترى الداده بتاذيه، يا ترى بيتعرض للايذاء البدني في البيت، يا ترى يعني كتير قوي من الاولاد عرفنا مثلا ان الخدامه اتغيرت وفي خدامه بتاذيه مثلا. تمام. كتير قوي من الاولاد عرفنا ان هو بيعيط النهارده علشان اتعرض مثلا للتخويف بحاجه معينه او العقاب بشكل معين واحنا ما كناش واخدين بالنا. فعلشان كده لازم اعرف نوبات الصراخ والغضب، لازم يكون لي اجابات عليها، ولازم احط اكتر من احتمال. لازم احط النهارده اكتر من احتمال. يبقى انا في الاول خالص اي نوبه صراخ او غضب للطفل انا مش ههتم بيها، مش هنفذه اللي هو عايزه على الاقل، لكن ان انا هبدا احط احتمالات واجابات. ليه الطفل النهارده بيصرخ؟ وليه الطفل النهارده بيبكي؟ وليه النهارده هو مش عايز يتقدم معايا؟ وليه لما بيروح الاماكن العامه بيبكي؟ وليه عايز يجري؟ وليه عايز يسيب ايديا؟ لازم الاول ان انا قبل عمليه من العمليات دي عشان الطفل ليها لازم ادربه كويس، ولازم كمان اعرف رد فعل الطفل ممكن يكون ايه، واشتغل على رد فعل الطفل ده مسبق الاول. يعني مثلا لو رايح مكان عام وانا عارفه انه بيصرخ في الاماكن العامه، ابدا اعرفه على المكان ده من خلال الكروت ومن خلال الصور ومن خلال لو انا اصطحبته مره مثلا معايا المكان ده وتعرفنا عليه وجبت له معزز او حافز بالنسبه له هو بيحبه، بحيث ان هو يقلل من رهبته للتواجد في هذا المكان ويقلل من نوبه الصراخ او نوبه الغضب بالنسبه له. بعد كده بالتدريج هتبدا نوبات الغضب تقل بالنسبه للطفل ونوبات الصراخ تقل بالنسبه للطفل. كمان لازم اعمل حاجه معينه، لازم ان انا اوفر الامان وتامين الطفل نفسه. ان مثلا لو طفل انا عارفه ان هو في حاله نوبات الصراخ والغضب بتاعته ممكن يؤذي نفسه ويخبط راسه، لازم كمان المكان يكون سيفتي، ان المكان يكون مبطن، الجدران تكون مبطنه بحيث ان الطفل لجا للحيطه يخبط راسه فيها ما يتعورش او ما يتاذيش. لو الطفل بدا يخبط راسه في الارض لازم انا اكون متابعه. لو الطفل حب ان هو يخبط راسه شايفه ان هو داخل في نوبات غضب انا مش قادره اتحكم فيها، حط له وساده او مخده تحت قدام راسه او قدام المكان اللي بدا يخبط راسه فيه، بحيث ان هو يبدا يفرغ طاقته في خبط الراس في حاجه تكون لينه وسوفت وطريه، بحيث ان الطفل ما يتعرضش للايذاء البدني او يتعرض لاي مشكله او ضرر او يتعرض للخبطه او يتعرض لارتطام براسه فتؤدي الى مشكله صحيه بالنسبه له. لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي علشان نقدر نعدي بسلام نوبات الغضب او نوبات الصراخ اللي الطفل بيتعرض ليها. دمتم بكل ود والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.